انتهت اليوم الجولة الثانية من تصفيات دورة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بفوز المنتخب الوطني التونسي على نظيره الليبي بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية. بعد عديد المحاولات إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، ليفتتح بعدها نصور قرطاج خلال الشوط الثاني باب التسجيل عن طريق لاعب النادي الإفريقي فراس المهدواني في الدقيقة 55، ليعدل المنتخب الليبي النتيجة عن طريق لاعب الاتحاد المصراتي عبد الميسر بوشيبح في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد أن دخل بديلا في الدقيقة 70، وأضاف اللاعب محمد طرابلسي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، وحسم به نتيجة المباراة لصالح تونس بعد عديد الكرات الطويلة التي هدد بها عناصر المنتخب التونسي مرمى المنتخب الليبي. وفي تصريح له لقناة الفاف أبدى مدرب نصور قرطاج ارتياحه بهذا الفوز وبأداء أشباله، متوقعا مباراة مثيرة أمام الجزائر الأحد المقبل. الحمد لله على 3 نقاط هذوما، تعرفوا مباراة الأولى بالنسبة للفريق ولا بالنسبة للاعب أول مباراة رسمية في حياته، يعني من ناحية نفسية ومن ناحية ذهنية كانت صعيبة برشا. احنا بصراحة اللي قلقنا برشا هو الملعب، كان رزين برشا لأنه يعني اللاعبين قاعدين يتدربوا على عشب اصطناعي، اليوم يلعبوا على عشب طبيعي ومبلول ورزين، فما مشاكل كبيرة برشا على مستوى الارتكازات، مشاكل على مستوى اللياقة البدنية. الحمد لله ربي وفقنا، جرينا الشوط الأول سجلنا هدف، الشوط الثاني لقينا مشكل بدني من ناحية الظروف اللي كنت نحكي فيها، حاولنا نجريو لآخر لحظة ولعبنا عن النقطة اللي تجم تكون هي الفارق، ولينا نلعب في كرة طويلة الحمد لله، ربي وفقنا في آخر لحظة، هذا التوفيق من الله وإحنا نحمدوه ونشكره الحمد لله. والله أنا سبق وصرحت وقلت أن المنتخبات كلها عندها نفس الحظوظ، تبقى المباريات كلها الأخيرة تتلعب على جزئيات بسيطة، نتمنى من ربي إن شاء الله يكونوا الأولاد أحسن من الناحية البدنية مش كما اليوم، خاطر اليوم تعبنا شوية، وإن شاء الله المباراة وكل مباراة عندها حقيقتها، وإن شاء الله البقاء الأجدر بشي اللي يترشح هو عنده معناه عنده الكفاءة باش يمشي لقدام أكثر. أول حاجة مبروك علينا الربح، الربح هذا ما جاش بالسهل، خدمنا عليه عندنا 2 سنين على الماتش هذا، الحمد لله ربي صبرنا للآخر، قبلنا بوندو نورمال صبرنا للآخر وماركينا والحمد لله يا رب، هذه بداية الربح وإن شاء الله نكون في الماتش الجاي ونربحوا وإن شاء الله نترشحوا إن شاء الله. كل مباراة لها حساباتها، ما نعطيوش مباراة أكثر من حجمها، نخدموا على رواحنا ونصبروا وإن شاء الله يا رب نترشحوا. والله
لعبنا معناها ترينيه وجينا حاضرين، عندنا شهر نحضروا ترينينا بالقدا، نخدموا على رواحنا ستاف كل شجع فينا، وقعدنا معناها من دقيقه ملي بدينا اللي شفناه حتى لتوا كونسونتري في الماتش وفورس مونتال، معناها ديما كما يقول لنا الانترينور ديما قويين مونتالمون، نكملوا الماتش حتى الاخر حتى الدقيقه 100 105 لين يخلط الماتش لين يزفر الاربيتر. الحمد لله وربي وفقنا ودينا ربي وخدمنا على رواحنا، مبروك علينا الربح. الجولة الثالثة سوف تجمع المنتخب التونسي بنظيره الجزائري في مباراة تقريرية مصيرية للتأهل للكأس الإفريقية، بعد أن خرج المنتخب الليبي من المنافسة وافتك المنتخب التونسي 3 نقاط إلى جانب المنتخب الجزائري.